فنحن في زمان الجهاد وقد أضلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة متعة. الصحابة كانوا يتسابقون عليه. هو احنا الفقر اللي احنا فيه إلا بسبب ترك الجهاد؟ مش كنا لو كل سنة عمالين ناخذه مرة ولا اثنين ولا ثلاثة مش كان حيسلم ناس كثيرون في الأرض؟ واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة ناس مش بنقاتله وناخدوه نأسرى وناخدوا أموالهم وأولادهم ونسائهم، وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان، ليه معاه اثنين ثلاثة شحطة وثلاثة أربع نسوان وثلاثة أربع ولاد؟ اضرب كل راس 300 درهم ولا 300 دينار ولا حاجة راجع بمالية كويس. لو هو راح عشان يعمل صفقة تجارية في بلاد الغرب عمره ما يعمل الأموال دي. وطبعا هو يفترض انك ستخرج بسيفك الخشبي او بالسواك وبالجلبية ستغزو وستربح. العالم متوقف عند القرن الاول الهجري. ستربح بالسواك ان شاء الله تعالى، وبالمطاوي ربما، بالمطاوي وبأعمدة الخيم تغزو العالم المترسن بالنووي والهيدروجيني وبالاسلحة الذكية التي يمكن ان تدمر بلدك واهلك وهم يجلسون في مكانهم يقزقزون اللب في مكانهم كما فعلوا بميلوشوفيتش أيها الإخوة بالأسلحة الذكية. اذهبوا اغزوا يقول. وبعدين يا مولانا طبعا القضية محسومة، لم يقل هذا بس محسومة بدأ أنه قال إيه؟ ثم نعود كما كانوا يعودون وكل واحد معاه كذا وكذا رأس، بهذا التعبير يتحدث عن قطعان من الماشية، كذا وكذا رأسا. معك 30 رأسا، نصهم رجالة نصهم حريم، بتبيع اضرب، هكذا يقول اضرب. جدول الضرب تعلمناه في الابتدائي، سهل العملية برضو، كلنا نعرف جدول الضرب مع القسمة. إيه؟ اضرب كل راس بكذا وكذا، مبلغ بيستاهل بحرز. ما هذا؟ ما هذا؟ شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. سذاجة هؤلاء في الاقتصاد لا تضارعها إلا سذاجتهم في السياسة. الديمقراطية كفر وزندقة. أحد هؤلاء قبل حوالي 50 سنة وعارض بالعقلية التقليدية الرجعية، فهذه الرجعية فعلا عارض أيها الإخوة معارضة النظام الملكي القائم والدعوة إلى الجمهورية، عارض وتحمس. لماذا يا مولانا؟ قال قيل له لماذا تعارض النظام الجمهورية؟ هذه الطراز حديثه كويس يعني أحسن، جربنا الملوك. قال لا أعارض على أساس ديني. وين يا عبقري؟ يا عبقري السياسة الشرعية والفقه السياسي. قال لأن الله قال في كتابه تؤتي الملك من تشاء، ولم يقل تؤتي الجمهورية أو الجمهورية من تشاء. الله أكبر على الفقه السياسي، الله أكبر. وعلامة ومؤلفات ودروس 40 سنة يدرس الناس، وقد يظن فيه أتباعه أنه من المصلحين المجددين المبعوثين على رأس المئة ليجدد الدين. كارثة، سذاجة، مش سذاجة، حماقة صبيانية ولدانية في الاقتصاد وفي السياسة وفي الفكر وفي الفقه وفي الدين وفي الأخلاق، في كل شيء، شيء لا يكاد يصدق. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. المعري من قديم قال أغاية الدين أن تحفوا شواربكم. نفس النمط اللعين يتكرر من أيام المعري، حف الشوارب، كبر اللحى، أعفو اللحى، انتهت المشكلة. الدين عاد كالأول ما شاء الله، جدد الدين، هكذا يجدد الدين. فقال أغاية الدين أن تحفوا شواربكم. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.